بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدأ اليوم إن شاء الله المحاضرة رقم 6 في مقرر هي ترانسفير 1 ME302. طبعا عنوان المحاضرة اللي هي ترانزينت هيت كوندكشن، اليوم نسميه بانتقال الحرارة العابر. بالنسبة لانتقال الحرارة طبعا باي كوندكشن، في المحاضرات اللي أخذناها والمحاضرات اللي فاتت، طبعا في البداية خلينا نتكلم عن ليكتشر أوتلاينز، ناخذ ايش راح نتناول في هذه المحاضرة. المحاضرة هذه راح تتضمن طبعا اللي هو اللمبت سيستم أناليسيز، اللي هو ما نسميه اللي هو تحليل الأنظمة اللي هي المجمعة بالنسبة للهيت ترانسفير، بالنسبة لترانزيت هيت كوندكشن. وايضا راح نتكلم او راح نتعرف على ترانزيت هيت كوندكشن ان لارج بلين وولز لونج سلندر اند سفير. بالنسبه للمحاضرات او لموضوع الهيت ترانسفير باي كوندكشن اللي تكلمنا عنه المحاضرات اللي فاتت، الهيت ترانسفير طبعا لما نتكلم احنا عن ريكتانجولار كوردينيت سيستم، فنعرف بأنه الهيت ترانسفير عادة تتغير بتغير ما نسميها اللي هي اللوكيشن أو الموقع اللي هو الإكس. لما نتكلم طبعا هذا عن 1 ديمنشن، طبعا إذا كان عندي 2 ديمنشن أو 3 ديمنشن طبعا حيكون اللي هو الموقع بالنسبة للإكس والواي وبالنسبة للزيت. وأيضا هنالك تغير بالنسبة لدرجة الحرارة مع التايم اللي هو مع الزمن. المحاضرات اللي فاتت طبعا تكلمنا او كل المحاضرات اللي تكلمنا عنها كنا ناخذ اللي هو حالة الستدي كونديشن، طبعا بمعنى انه لا يوجد هنالك تغير لدرجة الحرارة مع الزمن، هنالك فقط تغير. المحاضرات اللي فاتت اخذنا تغير لدرجة الحرارة مع اللوكيشن مع الاكس، خاصة لما تكلمنا احنا عن ال 1 dimensional هيت كوندكشن، فكنا ناخذ بأنه التغير في درجة الحرارة مع تغيرها مع الإكس أكسس، وبالتالي لا يوجد هنالك أي تغير للتمبريتشر مع الزمن. طبعا بهذا وهذه المحاضرة راح نتكلم عن ما نسميه اللي هو أو راح نتناول تغير درجة الحرارة بالنسبة لنا مع التايم أي مع الزمن، بالإضافة إلى تغيرها مع البوزيشن طبعا إن في اللي هو باتجاه الإكس أكسس. في موضوع الترانزيانت هيت كوندكشن عندنا ما يعرف بنسميه اللي هو اللمبت سيستم أناليسيس. طبعا في بعض التطبيقات عندنا في موضوع انتقال الحرارة، بعض الأجسام ممكن أن نعاملها كلمب سيستم اللي هي كجسم نسميه مجمع. شين معنات اللمب سيستم؟ اللمب سيستم معناتها بأن درجة الحرارة اللي هي في داخل الجسم هذه تكون واحدة بالنسبة لنا وتتغير فقط مع التايم، أي لا يوجد هنالك لتغير لدرجة الحرارة مع اللوكيشن. هذا هو ما نسميه او نطلق عليه مصطلح اللمب سيستم. معناته انه في بعض التطبيقات حيكون عندي اجسام، هذه الاجسام تتغير فيها درجه الحراره مع التايم فقط، اي لا يوجد تغير لدرجه الحراره مع اللوكيشن. فهذه الاجسام او الانظمه نسميها نطلق عليها اللي هي اللمب سيستم. بالنسبة للتمبريتشر عادة تكون فانكشن بالنسبة لهذه الأجسام من التايم. الهيت ترانسفير هذه أناليسيز يعرف أو يسمى عادة اللمب سيستم أناليسيز. طبعا هذا يعطينا بالنسبة لنا النوع من التحليل اللي هو تحليل اللمب سيستم أناليسيز، يعطينا تبسيط كثير لعمليات التحليل بالنسبة للترانزيانت هيت كوندكشن. لو ناخذ مثال على او الفرق بين حتى نميز بين اللمب سيستم طبعا وبين الاجسام الاخرى التي لا يمكن ان نعتبرها احنا بالنسبه لنا لمب سيستم. طبعا لو اخذنا
كرة من الكبر اللي هي النحاس. طبعا هذه الكرة تلاحظ بدرجة حرارة مثلا 70 درجة مئوية. لو قسنا درجة الحرارة طبعا وضعنا هذه الكرة مثلا في مائع أو في فلويد بدرجة حرارة مثلا تكون أقل، تلاحظ لو قسنا تغير درجة الحرارة بالنسبة للآر بالنسبة للرادياس، عادة ما نلاحظ بأنه معدل تغير درجة الحرارة يتم التغير فيها بانتظام، أي تتغير فقط مع الزمن، أي لا يوجد لتغير لدرجة الحرارة مع الآر، يعني لا يمكن أن تكون درجة الحرارة عند السطح تختلف عن درجة الحرارة عند مثلا لو فرضنا نصف قطر الكرة هذه مثلا 3 سنتيمتر، بأنه درجة الحرارة عند 1 سنتيمتر أو درجة الحرارة عند 2 سنتيمتر أو 3 سنتيمتر راح تكون هي نفس القيمة بالنسبة للتمبريتشر، وهذه القيم لدرجة الحرارة لكل الكرة في أي موقع من المواقع تتغير مع التايم فقط. لذلك ممكن احنا أن نعامل الكبر بول هذه اللي هي الكرة النحاس كلمب سيستم، أي بأنه تغير درجة الحرارة هو فقط function of time، لا يوجد تغير لدرجة الحرارة مع الموقع اللي هو بالنسبة للأرض. لو أخذنا مثال ثاني اللي هو الروست بيف، اللي لو فرضا عندنا قطعة من اللحم البقري هذا مثلا، هذه موضوعة في أوفن في فرن، ونريد احنا نشوي هذه القطعة ونطيبها. طبعا قبل أن نطيب القطعة، يعني لو تركناها لفترة بسيطة في داخل الفرن مثلا، الفرن طبعا بدرجة حرارة بالتأكيد، احنا درجة حرارة الفرن تكون درجة حرارة عالية، يمكن تكون 200-250 درجة مئوية، فتلاحظ لو استخرجنا قطعة البيف هذه ودرنا فيها سلايس، درنا فيها قطع، تلاحظ بأنه هنشوف بأنه الطبقة الخارجية ممكن تكون طايبة، بينما الطبقات الداخلية كل ما نتجه إلى المركز حتكون عندك إيش؟ غير طيبة. ليش؟ لأن هنالك حيكون تغير في درجة الحرارة، طبعا بالإضافة لتغيرها مع الزمن هنالك تغير لدرجة الحرارة مع الموقع. فتلاحظ مثال مثلا لو كان درجة الحرارة عند السطح أو قريبة من سطح القطعة 110، لاحظ لو اتجهنا قليلا إلى العمق ممكن درجة الحرارة تقرأ 90، ممكن لو اتجهنا إلى السنتر ممكن درجة الحرارة تقرأ 40 درجة مئوية. لذلك طبعا لا يمكن أن نعامل هذا اللي هو الروست بيف كلمب سيستم. ليش؟ لأن درجة الحرارة تتغير عندي مع التايم بالإضافة إلى تغيرها مع اللي هو الموقع، اللي هو كل ما اتجهنا من السطح الخارجي إلى السطح الداخلي. هذا الفرق بين الأجسام اللي ممكن نعتبرها احنا اللمب سيستم، عندما تكون درجة الحرارة لا تتغير مع الموقع فقط تتغير مع التايم، وبين الأجسام اللي هي تتغير مع الموقع بالإضافة إلى تغيرها مع التايم، وبذلك لا يمكن أن نستخدم ما نسميه اللمب سيستم أناليسيز للحل. لو فرضا عندنا جسم، هذا الجسم طبعا يمتلك كتلة اللي هي M، وأيضا يمتلك حجم، طبعا هذا الجسم هو غير منتظم، يمتلك حجم اللي هو V اللي هو الفوليوم، ويمتلك طبعا density اللي هي O كثافة، ويمتلك طبعا surface area اللي هي AS، ويمتلك specific heat اللي هي TI اللي ما نسميها احنا initial temperature. طبعا عندما يكون الزمن صفر، هذا الجسم طبعا وضع في مائع، هذا المائع اللي هو بدرجة حرارة T fluid، الجسم هذا وضع في مائع، هذا المائع اللي هو بدرجة حرارة اللي هو T fluid. طبعا بالتأكيد هنالك انتقال حرارة by convection حتكون بالنسبة لنا. طبعا بالنسبة للتطبيق اللي أمامي اعتبرنا أنه درجة حرارة المائع هي أكبر من درجة حرارة الجسم، الانيشال تمبريتشر للجسم، لذلك بأنه الحرارة راح تنتقل عندك من المائع تلاحظ إلى الجسم. طبعا انتقال الحرارة بالتأكيد حيكون by convection، فحيساوي لك اللي هو ال H في surface area في T fluid ناقصا T at any time. لو فرضنا أنه we assume lump system analysis، راح نفترض بأنه الحل هذا هو lump system analysis،
قابل للتطبيق بالنسبة لهذا الجسم. طبعا لاحقا راح نتعرف متى أستطيع أن أستخدم الـ Subsystem Analysis أو ما هي المعايير اللي نستخدمها حتى نعتبر السيستم هذا ممكن أن نستخدم فيه Lump System Analysis أو ممكن أن يكون لا. طبعا بالنسبة لنا الآن بالنسبة لهذا الجسم راح نعتبر بأنه Lump System Analysis قابل للتطبيق. فتلاحظ بأنه Temperature في داخل الجسم هذه راح تبقى بالنسبة لنا نسميها Uniform، يعني لا يوجد هنالك تغير في Temperature بالنسبة للمسافة، هنالك فقط تغير في Temperature مع Time فقط، Function of T أي ليست لا يوجد هنالك تغير مع الإكس. فخلال فترة من الزمن interval اللي هي dt التمبريتشر طبعا راح تكون بالنسبة لنا راح تتغير بالنسبة للجسم هذه by differential amount اللي هي d temperature d temperature. فخلال فترة من الزمن راح تنتقل الحرارة من المايع إلى الجسم هذا وبالتالي راح تتغير درجة حرارة الجسم. هذه ممكن نعبر عنها بأنه بشكل التالي كمعادلة رياضية نقول بأنه الهيت ترانسفير انتو ذا بدي ديورينج دي تي، بأنه الحرارة اللي راح تنتقل إلى الجسم خلال فترة من الزمن اللي هي دي تي حتساوينا ذا انكريز ان ذا انرجي اوف ذا بدي ديورينج دي تي، حتساوينا مقدار التغير بالطاقة اللي هي في داخل هذا الجسم خلال نفس الفترة الزمنية اللي هي الـ dt. أو نعبر عنها بالشكل التالي بأنه الـ h في الـ a surface area طبعا هي transfer coefficient في surface area في t fluid minus t في dt time هذه اللي هي d time حيساوي لك الـ m في cp في d temperature. هذه المعادلة اللي هي المعادلة رقم واحد. طبعا تلاحظ بأنه الـ m الكتلة هي حاصل ضرب الرو في الفوليوم، الرو وحداته كيلوغرام بير متر كيوب، الفوليوم وحداته متر تكعيب، فكيلوغرام على متر تكعيب في متر تكعيب حتعود لك كيلوغرام اللي هي الـ m. الـ d temperature حتساوي لك d temperature t minus t fluid. الـ T fluid طبعا راح نعتبره constant اللي هي درجة حرارة المايع هذه راح تبقى بالنسبة لنا ثابتة. فتلاحظ الـ equation واحد ممكن راح تصبح عندي بالشكل التالي D temperature at any time طبعا minus T fluid على T minus T fluid يساوي لك minus H في الـ AS على الرو في الـ V في CP في D time. المعادلة هذه راح نكاملها من T تساوي لنا صفر والتمبريتشر حتساوي لي تي انيشيال اللي هي درجة حرارة الابتدائية للجسم إلى الزمن اللي هو تي حتساوي لنا تايم تي والتمبريتشر حتساوي لنا تي اوف فانكشن للتايم. فراح نحصل منها على لن تي ات اني تايم ماينس تي فلويد على تي انيشيال ماينس تي فلويد تساوي لنا ماينس اتش في الاي اس اللي هي السيرفيس اريا على الرو في الفي وهذه قلنا اللي تعطينا الـ M الكتلة في الـ CP في الـ time. طبعا لو ناخذ الـ exponential للطرفين فراح نحصل منها على المعادلة اللي راح نستخدمها في تحليل الـ Lump System Analysis اللي هي T at any time minus T fluid على T initial minus T fluid حتساوي لنا E to power minus B في الـ time. البي طبعا راح تساوي لنا الاتش في الاي اس على الرو في البي في السي بي، يعني هذا المقدار هذا المقدار سميناه احنا بالنسبه لنا حتى نسهل المعادله هذه سميناه بي. فالبي اللي هو يساوي لنا الاتش في الاي اس على الرو في البي في السي بي. طبعا هذه المعادلة هي المعادلة المهمة اللي راح نستخدمها في تحليل ما نسميه الـ Lump System Analysis حتى نوجد الـ Temperature at any time، يعني حوجد الـ Temperature لهذا الجسم at any time من خلال هذه المعادلة. طبعا وهذه المعادلة فيها اللي هي المتغير اللي هو B اللي يساوي لنا اللي هو الـ Constant B اللي يساوي لنا الـ H في الـ AS على الرو في الـ V في الـ CP. طبعا هذا الـ B وحداته هي واحد على السكند.
ايش تلاحظ بانه لما تضرب البي واحد على سكند في التايم اللي هو سكند، فحتطلع لك هذه السكند مع السكند حتمشي. اللي بي هذا طبعا نسميه اللي هو التايم كونستانت، وهذا التايم كونستانت تلاحظ بانه يتغير. تلاحظ انك لو رسمنا التي مع التايم، فتلاحظ بانه كل ما يزيد عندك البي تلاحظ بانه هذا التايم اللي هو الاكسبوننشال حيتغير عندك بهذا الشكل، اللي هو بي 1 هذه بي 2 وهذه عندي بي 3، وتلاحظ بانه البي 3 اكبر من البي 2 واكبر عندي من البي 1. هذا هو ما نسميه اللي هو التايم كونستانت. طبعا من هذه المعادلة، من الشكل ومن هذه المعادلة، ممكن أن نستنتج شيئين. الشيء الأول، أولا أنه الإكويشن 2 enables us to determine the temperature T at any time of a body at a time T, or alternatively the time T required for the temperature to reach a specific value. هذه المعادلة طبعا تمكنني من إيجاد درجة الحرارة للجسم بعد مرور فترة زمنية معلومة، اللي هي تكون التايم معلوم، أو العكس تمكنني من معرفة مقدار درجة حرارة الجسم بعد مرور فترة زمنية محددة. يعني مرات في المسألة يعطيك يقول لك عندك جسم مثلا وضع فيه هو بدرجة حرارة ابتدائية مثلا 5 درجة مئوية، وضع فيه مائع بدرجة حرارة مثلا 200 درجة مئوية، فيقول لك بعد مثلا 20 ثانية زمن قديش حتكون التمبريشر لهذا الجسم. فتلاحظ من المعادلة حتكون تي انيشن معلومة، تي فلويد معلومة، البي معلومة هذا كونستانت، والتايم معطى. تلاحظ مثلا بعد 20 ثانية قديش حتكون التمبريشر، حنعوض التايم ب20 وحنوجد مقدار التمبريشر. او العكس مرات يعطيني جسم يقول لي درجة الحرارة الابتدائية لي مثلا 10 درجات مئوية، وضعناه في مائع بدرجة حرارة 100، فبعد كم فترة زمنية راح تصل درجة حرارة هذا الجسم إلى 80 درجة مئوية. فتلاحظ بأن T at time معطاة 80، والT initial معطاة، والT fluid معطاة، فأنا فقط المجهول عندي في المعادلة حيكون عندي اللي هو التايم، فنوجد التايم المطلوب حتى نصل إلى درجة الحرارة أو درجة الحرارة المطلوبة. الحاجة الثانية اللي نستنتجها من الشكل المعادلة بأنه the temperature of a body approaches the ambient temperature T fluid exponential. The temperature of the body changes rapidly at the beginning but there rather slowly later on. طبعا مقدار التغير بدرجة الحرارة بالنسبة للجسم، طبعا الجسم بالتأكيد في النهاية حيصل إلى درجة حرارة الفلويد بعد مرور فترة زمنية. مقدار التغير في درجة الحرارة طبعا حيكون سريع في البداية اللي هو لدرجة حرارة الجسم، وبالتالي يبدأ هذا المقدار التغير يبدأ عندي يتغير بشكل بطيء كل ما نقترب أو تقترب درجة حرارة الجسم من درجة حرارة المائع. مجرد انه التمبريتشر اللي هو تي ات تايم تكون عندي معلومة من المعادلة رقم 2 اللي تكلمنا عنها، فراح نستطيع بالنسبة لنا ان نحسب مقدار الكيو اللي هي انتقلت بالنسبة لنا من خلال اللي هو ما نسميه نيوتن لو اوف كولينج. فراح تكون عندك الكيو ات اني تايم تساوي لنا ال H في ال AS اللي هي surface area في T at any time، وهذه قلنا حنحصل عليها من المعادلة اللي هي السابقة اللي هي معادلة رقم 2، فحتعطيني مقدار طبعا minus T fluid تعطيني مقدار ال Q اللي انتقلت إلى الجسم. طبعا تلاحظ المحاضرات الماضية كنا نتكلم على steady state، أي أنه لا يوجد هنالك تغير للtemperature مع ال الزمن، لذلك كان القانون هذا عندك H في الـ AS في T minus T fluid. ليش؟ لأن T هذه هي إيش؟ لا يوجد تغير لها مع الزمن، فكانت ثابتة، فكانت تساوي لنا الـ H في الـ AS في T minus T fluid. الآن هنالك تغير، يعني هذه الـ Q هي ليست ثابتة، يعني هذا عد الزمن
مثلا 1 سكند تختلف عنها عد الزمن، 2 سكند تختلف عنها عد الزمن، 3 سكند تختلف عنها عد الزمن، 10 سكند وتختلف الكيو عند الزمن 20 سكند وهكذا. ليش؟ لأن مقدار التمبريتشر هذه متغيرة، واللي راح نوجدها من المعادلة رقم 2. The total amount of heat transfer between the body and the surrounding medium over the time interval t تساوي 0 to t. هذه طبعا ممكن أن نحسبها من المعادلة، هذه نسميها الحرارة الكلية المنتقلة من المائع إلى الجسم. طبعا هذه الحرارة حتتحول إلى إنرجي اللي هي في داخل الجسم، فحتساوي لك الـ M في الـ CP في الـ T at time minus اللي هي T initial اللي هي درجة حرارة الجسم الابتدائية. فهذه طبعا تلاحظ هي هذه ليست هي ترانسفير ريت، هذا تلاحظ هي Q، ما درنا لها Q dot، ووحداتها هي كيلو جول، وحداتها هي كيلو جول، هذه كمية الحرارة اللي انتقلت من المائع إلى الجسم، وطبعا تخزنت كطاقة موجودة في داخل الجسم. هذه الحرارة تسببت في ارتفاع درجة الحرارة، حرارة الجسم من T initial اللي هي درجة الحرارة الابتدائية إلى T at time اللي هي temperature at time اللي هو T. طبعا الكيو ماكسيمم اللي هي ممكن أن نحصل عليها بالنسبة للجسم هي طبعا لما تصل درجة حرارة الجسم هذا إلى إيش؟ أن تكون مساوية لـ T fluid. طبعا حنحصل على ما نسميه الـ Q maximum، أي مقدار الحرارة أو الأقصى قيمة أو أعظم قيمة للحرارة اللي راح تنتقل إلى الجسم، وأيضا راح تخزن على شكل طاقة في داخل الجسم اللي يتساوي لك الـ M في الـ specific heat في T. هذه طبعا راح تصل لما تصل درجة حرارة الجسم مساوية لدرجة حرارة اللي هو المائع، طبعا راح يتوقف انتقال الحرارة من المائع إلى الجسم، وبالتالي راح تكون هذه أقصى قيمة ممكن أن يكتسب الجسم من الحرارة، نسميها Q maximum تساوي لنا M في CP في T fluid بعد ما أصبح درجة حرارة الجسم مساوية لدرجة حرارة المائع minus T initial للمائع للجسم الابتدائية، ونسميه درجة الحرارة الابتدائية للجسم. عندنا الـ criteria for lump system analysis، متى يمكن أن نستخدم أو ما هي المعايير، هذه نسميها المعايير اللي أستخدم فيها الـ lump system analysis، يعني متى أنه السيستم هذا تنطبق عليه المعايير اللي هو اللمب سيستم اناليسيس واستطيع ان استخدم المعادلات هذه اللي ذكرناها، ومتى انه الجسم لا يمكن ان نستخدم اللمب سيستم اناليسيس بالنسبه لي. بالنسبه لللمب سيستم اناليسيس طبعا مثل ما قلنا بانه هي عباره عن حراره تنتقل من المائع الى الجسم، المقياس في هذا الموضوع أو الخطوة الأولى في هذا الموضوع هو يجب أن نوجد أو ما نسميه اللي هو الكاركترستيك لينف. الكاركترستيك لينف هذا يساوي لي عادة في اللمب سيستم أناليسز، ننتبه لأن الكاركترستيك لينف هذا في التطبيق الآخر يعرف بشكل آخر، أما بالنسبة لنا في اللمب سيستم إحنا عم نتكلم أناليسز، الكاركترستيك لينف يساوي لنا الفوليوم على سيرفيس اريا للجسم، حجم الجسم على سيرفيس اريا. فتلاحظ الحجم بوحدات متر تكعيب، سيرفيس اريا بوحدات المتر تربيع، فالمتر تكعيب على المتر تربيع حتعطيك وحدات المتر اللي هي الكاركترستيك لينف. بعد طبعا حنعرف او المعيار هو البايوت نمبر. البايوت نمبر طبعا يساوي لنا القانون لي هو الاتش اللي هي ترانسفير كوفيشنت مضروب في الكاركترستيك لينث اللي وجدناه بالمعادلة اللي هو الفوليوم على السيرفيس اريا مقسومة على الثيرمال كوندكتيفيتي للجسم. فإذا كان بالنسبة لنا متى تكون اللمب سيستم هذه مقبولة كتحليل بالنسبة للجسم؟ إذا كانت قيمة بايت نمبر المحسوبة من هذه المعادلة أقل أو أصغر أو تساوي 0.1.
معناته أنا ممكن أن أستخدم أو أطبق النمت سيستم أناليسيس وأستخدم المعادلات في حساب التمبريتشر وحساب الكيو. لو كانت قيمة البايت نمبر اللي محسوبة هذه اللي يساوي لنا الهيت ترانسفير كوفيشنت في الكاركترستيك لينث على الثيرمال كوندكتيفيتي للجسم لو كانت أكبر من 0.1 إذا لا يمكن أن نستخدم أو لا يمكن أن نعتبر أن اللمب سيستم أناليسيز هذا أبليكابل قابل للتطبيق. ليش؟ راح تكون عندي نسبة الإيرور كبيرة وبالتالي لا يمكن أن نستخدم هذا اللمب سيستم إلا في حالات توا حنشوفه في عندنا مثال. مرات الدقة في بعض التطبيقات نحتاج نسميها استيميشن، يعني نحتاج تقدير، ما أحتاج تعطيني القيمة بالضبط. يعني مثلا لو شخص يسألك وانت ما تلبس ساعة في يدك مثلا، يقول لك تو الساعة كم تقريبا، فانت طبعا ما عندك ساعة حتى تعطيه توقيت دقيق، يقول له الساعة تقريبا تو ممكن مثلا الساعة 5 العصر. طبعا احنا هذه هي نسميها استيميشن، يعني قيمة تقريبية. ليش؟ هي غير مطلوب مني انه انا مثلا نوجد التوقيت نقول تو الساعة 5 مثلا و15 دقيقة مثلا و10 ثواني. لكن طبعا احنا في تطبيقات الهيت ترانسفير اذا كانت عندي القيم او مطلوبة كدقة فالمعيار بالنسبة لنا للامب سيستم اناليسيز هو البايت نمبر. عادة هنيجي نطبق البايت نمبر، نحسب قيمة البايت نمبر، اذا طلع اقل من 0.1 فحنستخدم لمب سيستم اناليسيز وهذه حتعطيني دقة مقبولة او نسبة خطأ مقبول بالنسبة للتحليل. لكن اذا كان البايت نمبر اكبر من 0.1 فدائما حنقول بانه اللمب سيستم اناليسيز غير مقبول بالنسبة لهذه الحالة وبالتالي نستخدم انواع اخرى من الحلول. ناخذ مثال حتى نوضح هذه اللي التمبريتشر ميجرمنت باي ثيرموكابلز. طبعا الثيرموكابلز ممكن نعرف الثيرموكابلز طبعا اللي هو ما نسميه باللغه العربيه اللي هو المزدوج الحراري. المزدوج الحراري طبعا هذا هو عباره عن معدنين مختلفين يتم توصيلهم، طبعا توصيل نهايه المعدنين هذه طبعا ما نسميها اللي هي الجنكشن، هذه اللي هي التوصيله، نربطهم مع بعض. طبعا عاده يتم ربطهم مع بعض ويتم ايضا لحامهم بنقطه لحام صغيره جدا. هذا الثيرموكابل طبعا عندما يصبح هنالك فرق في درجه الحراره حتتولد عندك في داخل الثيرموكابل هذا اللي هو دلتا في اللي هو فرق بالفولتية. طبعا كل ما زيد الفرق في درجة الحرارة بالنسبة للثيرموكابل، طبعا هذه درجة الحرارة في هذا المكان تقاس مع نقطة أخرى، يعني مع جنكشن أخرى نسميها نقطة مرجعية، فعادة يستخدم هذا لقياس التمبريتشر الثيرموكابل. فالنقطة المرجعية تكون درجة حرارتها معلومة، يعني مثلا لو وضعنا النقطة المرجعية هذه اللي هي جنكشن أخرى مربوطة مع الجنكشن هذه، فلو وضعناه على التوالي وضعناه في درجة حرارة مثلا صفر درجة مئوية اللي هو خليط من الثلج والماء، فمعناته راح تكون عندك درجة الحرارة أو الدلتا في اللي راح تقرأ اللي تساوي لك تي ماينس تي، فالتي هذه طبعا ناقص تي اللي هي درجة الحرارة الثانية اللي هي صفر، فحتعطيك درجة الحرارة مباشرة في هذا المكان. طبعا حتطلع القراءة هي تطلع بوحدات الفولت اللي هي الدلتا في، وهي تطلع ايضا بشكل دقيق نقول بوحدات الملي فولت، هي باجزاء الفولت، وهذه طبعا يتم معايرتها وتحويلها الى ما يعادلها من درجة الحرارة. طبعا الثيرموكابل هذا يستخدم لقياس درجة الحرارة سواء لاي فلويد او حتى لسطح معدني، وهنالك انواع من هذا الثيرموكابل. طبعا ما راح ندخل احنا في تفاصيل هذا الثيرموكابل، اكيد بالنسبة لكم اللي واخذ 300 ام 318 حياخذوها بالتفصيل اللي هي مبدا عمل الثيرموكابل. الثيرموكابل طبعا عندنا المثال ذا تمبريتشر اوف ا غاز ستريم، عندنا غاز تم قياس تمبريتشر لي بواسطه الثيرموكابل هوز جنكشن كان بي ابروكسيميتد از 1 ملم دايمتر. طبعا الجنكشن هذا افترضناه هي كره
وعاطيني بقطر اللي هو 1 مليمتر. طبعا زي ما قلنا بأنه انه هذه التوصيلة تكون صغيرة جدا، تلاحظ القطر 1 مليمتر. As shown in the figure, the properties of the junction are K. طبعا عاطيني ال K للجنكشن هذه تساوي لي 35 واط بير متر ديجري سيلسيوس. الرو عاطيني 8500 كيلوغرام بير متر كيوب. والسبيسيفيك هيت عاطيني 320 جول بير كيلوغرام ديجري سيلسيوس. هذه البروبرتي طبعا للجنكشن هذه. And the convection heat transfer coefficient between the junction and the gas, H عاطيني تساوي لنا 210 اللي هو الهيت ترانسفير باي كونفكشن واط بير متر سكوير ديجري سيلسيوس. المطلوب determine how long it will take for the thermocouple to read 99% of the initial temperature difference. يريد مني قديش حيستغرق الثيرموكابل هذا وقت حتى يقرأ 99% من الانيشيال تمبريتشر ديفرنس. طبعا الاسامشنز اللي عندنا اولا الجنكشن هو سفيريكال شيب، انا افترضناه هو عبارة على شكل كرة. مرات طبعا ممكن الشكل هو يقول يكون قريب من الكرة، ما يكون منتظم بمعنى كرة، بمعنى الكرة يعني عملية ويلدينج، عملية لحام هذه، لكن احنا حنفترض طبعا اللي عبارة عن شكل وكرة. القطر لها اللي هو 0.001 متر، تلاحظ عطيني قطر 1 مليمتر، حنقسمها على ألف 0.001 متر. 2 the thermal property of the junction and the heat transfer coefficient are constant. thermal property والheat transfer ما تتغير مع التمبريتشر، حنعتبرها ثابتة. radiation effect are negligible، طبعا راح نهمل تأثير الراديشن بالنسبة لحل هذه المسألة. بالنسبة للاناليسيس طبعا الكاركترستيك لينث قلنا اول حاجة نديرها راح نحسب الكاركترستيك لينث. الكاركترستيك لينث طبعا يساوي لنا الفوليوم على السيرفيس اريا. طبعا بالنسبة لي الشكل عندي كرة، فالفوليوم حيساوي لك 1/6 π d³ او هو 4/3 π r³. نفس الشيء إذا استخدمت الدايمتر أو نصف القطر، هو 1/6 π d³، هذه حجم الكرة، أو 4/3 π r³ مقسومة على السيرفيس أريا طبعا اللي هي π d² لو استخدمت الدايمتر، أو 4π r² لو استخدمت نصف القطر. طبعا حنعوض 1/6 في تلاحظ d³ مع d الكيوب، هذه طبعا حتمشي عندك مع الدي سكوير، والباي عندك حتمشي مع الباي، فحيفضل عندك 1/6 ÷ d، فحتساوي لنا طبعا 1/6، الدايمتر 0.001 اللي هو بوحدات المتر، فحتساوي لنا 1.67 ÷ 10⁻⁴ متر. بعد طبعا راح نحسب اللي هو الباينت نمبر، طبعا هذا قلنا هو المعيار حتى انا اتخذ القرار هل اللامب سيستم اناليسيس ابليكابل او لا، هل ممكن انا استخدم لامب سيستم اناليسيس او لا. الباينت نمبر طبعا قانون يساوي لنا الاتش في ال كاركترستيك اوفر كي، فالاتش معطاه 210 واط بير متر سكوير ديجري سيلسيوس. الكاركترستيك لينث هذه 1.67 × 10⁻⁴ وجدناها من المعادلة أو الخطوة السابقة، مقسوم على الثيرمال كوندكتيفيتي طبعا اللي هي معطاة في المسألة 35 واط بير متر ديجري سيلسيوس. فتلاحظ طلع عندي البايت نمبر اللي هو 0.001، وتلاحظ هذا هو أصغر أو أقل من 0.1، هذا هو المعيار لنا، وبالتالي فإذا اللامب سيستم أناليسيز قابل للتطبيق لحل هذه المسألة. طبعا المطلوب in order to read 99% of the initial temperature difference اللي هي Ti-T fluid between the junction and the gas we must have، معناته هو الآن يريد مني درجة الحرارة اللي راح تقرأ لي temperature difference متى تصل إلى 99% من الـ initial difference اللي هي Tn-T initial، معناته T at time minus T fluid
على تي initial minus تي fluid حتساوي لنا اللي هي 100 ناقص 99 اللي هي 0.01. حتى نفهمها لهذه نقول for example لو كانت درجة الحرارة البدائية صفر، هذه مش للمسألة حتى بس نفهم احنا هذه، لو كانت التي initial صفر والتي fluid كانت عندي 100 درجة مئوية، فالثيرموكابل is considered to have reached 99% of this applied temperature difference، معناتها when its reading indicate T at time 99، معناتها انه متى الثيرموكابل يقرأ 99% من درجة الحرارة المطبقة، معناتها عند ما تكون T هذه اللي هي 99، لأن تلاحظ الآن لو عوضنا التمبريتشر هاي 99 ناقص T fluid فرضناها قديش بالنسبة لنا، هني قلنا فرضناها 100، فال 99 يعني حتكون عندي معناتها وكان 99 هذه وهذه حتكون عندك اللي هي ناقص 100، والتي انيشال طبعا تلاحظ فرضناها اللي هي صفر ناقص تي فلويد اللي هي ايضا حتكون عندي اللي هي 100، فحتساوي لك تلاحظ 99 ماينص 100 حتساوي لك ماينص 1 مقسومة على 0 ماينص 100 حتساوي لك ماينص 100، ماينص مع الماينص حتمشي، 1 على 100 تساوي لنا 0.01. إذن الآن حنيجي نطبق الآن بأنه البي هنحسب قيمة البي طبعا في المعادلة اللي هي اللي هو يساوي لنا الاتش في السيرفيس اريا على الرو في السبيسيفيك هيت في الفوليوم. طبعا تلاحظ هذا المقدار اللي هو الاي اس على في هذا يساوي لنا ايش؟ يساوي لنا 1 على الكاركترستيك لينث، ولهذا طالما احنا حسبنا الكاركترستيك لينث ما فيش داعي نرجع مره ثانيه نكتب السيرفيس اريا والفي، فطول تلاحظ استغنينا عنه مذولة وعوضنا ايش؟ درناها h على رو في cp مقسومة على ال lc، عوضنا على ال as over v في 1 على ال lc. لو كتبت انت surface area كقيمة استخدمت طول واستخدمت ال b مرة ثانية عادي ما في شيء مشكلة، لكن احنا باعتبار انه وجدنا ال lc فحتى تسهل لي في الكالكوليشن، ف حتساوي لنا معناته h على الرو في السي بي على ال lc، وتساوي ال h طبعا معطات في المساله اللي هي 210 وات بير متر سكوير ديجري سيلسيوس، الرو معطات ايضا هي من البروبرتي للماتيريال 8500 كيلوغرام بير متر كيوب، السبيسيفيك هيت 320 جول بير كيلوغرام ديجري سيلسيوس، والكاركترستيك لينث حسبناها بالخطوه الاولى اللي 1.67 في 10 اس ناقص 4، فهني طلعت قيمة البي اللي هي 0.462 اللي هي 1 على السكند أو سكند to power minus 1. طبعا الآن راح نعوض المعادلة، تلاحظ عندي اللي نحسب منها temperature اللي يتساوي لنا T at any time temperature at any time minus T fluid على T initial minus T fluid حتساوي لنا E to power minus B في T، وتلاحظ هذه المعادلة هذه المعادلة هذا الطرف هو مساوي لهذا الطرف، فراح نساويهم مع بعض، معناته الـ E to power minus BT حتساوي لي اللي هي 0.01. إذن الآن طبعا حتى أحل أنا الآن المطلوب مني أنه أوجد التمبريتشر، نريد منه عند أي زمن راح يتمكن الثيرموكابل من قراءة 99 بالمية من التمبريتشر او انيشال تمبريتشر ديفرنس، يريد مني الزمن تي، فتلاحظ المجهول فقط هو التايم. فحتى احل هذه المعادلة حناخذ اللين للطرفين، لين 0.01 حتساوي لك لين اي تو باور ماينس، طبعا اللين مع الاي حتمشي هيقعد لك لين 0.01 ساوي لنا ماينس 0.462 في التايم، فمنها راح نحسب اللي هي التايم فراح تساوي لنا 10 سكند، معناته احنا بعد مرور 10 ثواني فقط حيتمكن
الثيرموكابل من قراءة 99% من الانيشال تمبريتشر ديفرنس. طبعا وهذه او هذا التايم جدا مهم بالنسبة للثيرموكابل. ليش؟ لان احنا بالنسبة لنا الثيرموكابل يعطيني درجة الحرارة بشكل سريع، يعني استجابة الثيرموكابل للقراءة تكون سريعة. يعني الان لما يكون عندك درجة الحرارة مثلا للمائع 100 درجة مئوية، فطول مثلا خلال فترة بسيطة يعطيني هو مثلا درجة الحرارة 100، لما تتغير درجة الحرارة الى 200 طول خلال فترة بسيطة يتحسس ويعطيني درجة الحرارة. لذلك تلاحظ التايم اللي وجدناه هو 10 سكند، يعتبر تايم صغير، يستطيع من خلاله طبعا الثيرموكابل ان يتحسس درجة الحرارة ويعطيني درجة قريبة 99% من الـ initial temperature difference. نأخذ مثال رقم 2 اللي هي predicting the time of death. عندنا a person، طبعا هذا اللي هو التنبؤ بزمن الوفاة. عندنا a person is found dead at 5 PM. عندنا شخص وجد متوفي عند الساعة 5 PM in a room، طبعا هذا كان في حجرة، الساعة 5 PM وجد هذا الشخص، دخلوا على الحجرة وجدوا هذا الشخص الساعة 5 وجدوا انه متوفي. طبعا درجة حرارة الروم هذه هي 20 degrees Celsius 20 درجة مئوية. The temperature of the body is measured to be 25 degrees Celsius. طبعا قاسوا درجة حرارة جسم الإنسان هذا عند هذا الزمن، عندما وجدوه متوفي وجدوا بأن درجة حرارة جسمه هي 25 درجة مئوية. And the heat transfer coefficient is estimated to be 8 watt per meter square degree Celsius. طبعا معامل انتقال الحرارة بين جسم الإنسان وبين الهواء الموجود في الحجرة هو 8 watt per meter square degree Celsius. Modeling the body as a 30 centimeter diameter. طبعا تم انه افترضنا انه جسم الإنسان هذا هو عبارة على شكل اسطواني، اعتبرناه القطر لي 30 سنتيمتر. طبعا حنقربه، احنا قربنا الشكل جسم الإنسان هو الى الشكل الاسطواني 30 سنتيمتر قطر الاسطوانة هذه، وارتفاعه 1.7 متر. Estimate the time of death of that person. يريد مني ان اقدر متى وقت الوفاة لهذا الشخص. يعني احنا الساعة 5 هم لقوه متوفي، درجة حرارته كانت 25، فيريدون يعرفون في أي وقت توفى، في أي وقت اللي هو نقصد به قبل الخمسة توفى هذا الشخص. فطبعا بالنسبة لنا عندنا الأسبشن البدي، طبعا اعتبرناه احنا الموديل، فرضناه قربناه اعتبرناه استوانة، القطر 30 سنتيمتر، الارتفاع الاسطوانة 1.7، الثيرمال بروبرتي طبعا للبدي والهي ترانسفير كوفيشنت اعتبرناها ثابتة ما تتغير، هذه كونستانت. الراديشن افكت طبعا اهملنا تاثير الراديشن، والبيرسون اعتبرناه هيلثي، يعني اعتبرنا ان الشخص هذا كان بصحه جيده عندما توفى او طبيعي نسميه، وبذلك فان درجه حراره جسمه عاده تكون 37 درجة مئوية لدرجه حراره جسم الانسان. طبعا لما توفى وعند الساعة 5 PM يعني طبعا بعد مرور فترة من الزمن انخفضت درجة الحرارة هذه اللي حرارة الجسم من 37 إلى 25 درجة مئوية. الاناليسيس طبعا أول خطوة طبعا حنحسب الكاركترستيك لينث. الكاركترستيك لينث طبعا القانون لي أنه يساوي لنا الفوليوم على السيرفيس اريا. الفوليوم طبعا والسيرفيس اريا عندي اسطوانه، احنا عملنا الجسم واعتبرناه اسطوانه، فحيساوي لي باي في ار اوت سكوير اللي هو حتعطيني مساحه القاعده في الارتفاع حيعطيني الحجم، مقسوم على 2 باي ار اوت في ال، هذا طبعا حيعطيني ايش اللي هي المساحه الجانبيه اللي هي المحيط، 2 باي في ار اوت في ال هذا يعطيني المساحة الجانبية. بلس طبعا الاسطوانة لها قاعدتين على شكل دائرة في الأعلى وفي الأسفل، بلس 2
اللي هي مساحة القاعدتين العليا والسفلى 2 في باي في ار اوت سكوير، هذه تعطيك مساحة القاعدة طبعا، والاسطوانة مساحة القاعدة ليها دائرة مضروبة في 2 لأن هنالك قاعدتين، واحدة في الأعلى للاسطوانة وواحدة في الأسفل، هذه هي السيرفيس اريا. فحتساوي لنا طبعا باي اللي هو نصف القطر 0.15، القطر هو 30 سنتيمتر، نصف القطر 15 قسمناها على 100 حتى نحول إلى متر 0.15 مضروب في الطول 1.7 مقسومة على 2 باي في الار اوت 0.15 في ال 1.7 بلس 2 باي في الار اوت سكوير 0.15، فطلعت عندك الكاركترستيك لينث 0.0689، ما ننسى الوحدات متر. نحسب البايت نمبر لأن قلنا بأنه هذا هو المعيار إذا كان مسموح استخدام اللامب سيستم أناليسز أو لا. فتلاحظ البايت نمبر يساوي إن الـ H في الـ L كاركترستيك على الـ K، الـ H هي 8، الـ كاركترستيك L كاركترستيك وجدناه 0.0689 والـ K 0.617 واط بير متر دجري سلسيوس. طبعا تلاحظ طلع عندي البايت نمبر 0.89 وهذا طبعا أكبر من 0.1، هذا هو المعيار. كنا لابد أنه لو أستخدم اللمب سيستم أناليسز لابد يكون البايت نمبر أقل من 0.1، أقل أو يساوي 0.1، لكن تلاحظ في هذه الحالة طلع عندنا البايت نمبر 0.89 أكبر من 0.1. إذن ننتبه بأنه اللمب سيستم أناليسز is not applicable، هذه الملاحظة مهمة، بأنه اللمبت سيستم أناليسيز لاحظ is not applicable، غير قابل للتطبيق. ليش؟ لأن تلاحظ بأنه البايت نمبر طلع أكبر من 0.1، معناته المفروض لو ردنا حسابات بشكل دقيق المفروض نشوف طريقة أخرى غير اللمبت سيستم أناليسيز. لكن في هذه المسألة يقول لك بأنه however we can still use it to get a rough estimate، يعني ممكن أنت تستخدم اللمب سيستم أناليسيز لكن حيعطيك قيمة نسميها تقريبية، نسميها rough estimation، يعني قيمة تقريبية هي ليست دقيقة. لو ردت بدقة معناته حنستخدم طريقة أخرى للحسابات، لكن لو ردنا قيمة تقريبية، يعني أنا بالنسبة لي مثلاً مرات هذول في الـ في الـ في الـ في, الـ في التحليل، خلينا هاي الحاجات مثلا اكثر ما يستخدموه مثلا في التحليلات نسميها احنا الجنائيه، يعني مرات في عندك شخص خلينا نقول مثلا دخل وشاف هذا الشخص متوفي، فانت تريد تعرف يعني هل الشخص هذا كاميرا المراقبه هنالك سجلت بانه الشخص هذا دخل قبل مثلا 20 دقيقه، فتريد أنت تعرف يعني هل الوفاة حصلت قبل فترة حتى هذا الشخص معناته ما هو يعني لا يوجد عليه أي مسؤولية، لأنه هو دخل إلى الحجرة قبل 20 دقيقة مثلا، لو طلعت عندي التايم سميه رف استوميشن طلع عندي قبل 4 ساعات هو متوفي هذا الشخص، فمعناته هذا الشخص دخل إلى الغرفة لقى أنه متوفي فلا توجد عليه أي مسؤولية قانونية، فنسميه رف استوميشن يعني قيمة نسميها تقريبية لتاريخ الوفاة. فحنستخدم طبعا هذه حتى نوجد القيمة التقريبية، حنوجد أو نحسب الـ B حتساوي لنا الـ H في الـ AS السيرفيس أريا على الـ Rho في الـ CP في الـ V، قلنا الـ AS على الـ V هي 1 على الـ LC اللي هي الـ Corrected Length، فحتساوي لك الـ H في الـ Rho CP على الـ L Corrected Length، فتساوي لنا الـ H 8 الـ Rho 996 كيلوغرام بير متر كيوب والسبيسيفيك هيت 4178 كيلو جول بير كيلوغرام بجري سيليسياس والال كوركتد 0.0689 اللي هو حسبناه من الخطوة السابقة، فطلع عندي طلعت عندي البي تساوي لنا 2.79 مضروبة في 10 تو باور ماينس 5 واحد على سكند. حنطبق المعادلة T at any time تساوي لنا minus T fluid على T initial minus T fluid تساوي لنا E to power minus B في التايم. T
تي هذه طبعا اللي هي درجة الحرارة النهائية اللي وجدوا عليها الجسم، واللي معطاد قال وجدوا الجسم متوفي ودرجة حرارته 25 درجة مئوية. التي فلويد هي درجة حرارة الهواء في الحجرة اللي هي 20. التي انيشيال هذا الإنسان قد ما كان غير متوفي صحيح كانت درجة حرارة جسمه اللي هو 37 درجة مئوية. ماينس تي فلويد اللي هي 20 تساوي لنا اي تو باور ماينس البي وجدناها 2.79 في 10 أس ناقص 5 مضروبة في التايم. طبعا راح نحسب احنا بالنسبة لنا 25 ناقص 20 تقسمها على 37 ناقص 20 هتطلع لك قيمة واحدة، تاخذ لن الطرفين لن هذا الرقم اللي حيطلع لك هني ولن الاي، طبعا اللن مع الاي حيمشي، هتوجد هذا اللن قديش طلع لك القيمة، هتساوي لنا معناته ماينس 2.79 في 10 أس ناقص 5 مضروبة في تي، منها طبعا هتقسم على هذا المقدار فهتطلع لك قيمة التايم اللي هي 43,860 سكند، أي ما يعادل هتقسمها على 3600 هتعطيك 12.2 هور. يعني هذا الإنسان طبعا ما ننسى أنه اللمب سيستم غير قابل للتطبيق في هذه المسألة، لكن هذه هي قيمة تقريبية تقديرية نسميها اللي هي رف استيميشن. هذا الإنسان متوفي قبل 12.2 ساعة، يعني صار 12.2 ساعة متوفي في داخل هذه الحجرة، ولما خشوا من الساعة 5 بي ام ولقوا ايش؟ لقوا متوفي. فهني قلنا هذه تعطيني قيمة تقريبية. مرات في شخص زي ما قلنا في كاميرات مراقبة شخص دخل قبل نصف ساعة، فطول طبعا حنتحقق احنا نقول لا هذا الشخص ما له شيء علاقة بالوفاة. ليش؟ لان هذا متوفي من قبل 12 ساعة تقريبا، يعني ما حتى درنا طريقة اخرى للدقة ممكن انه هذه حتكون بلس ماينس ممكن 5% أو 10% يعني حوالي، معناته ممكن تكون خلينا نقول قبل مثلا 11 ساعة ونصف أو إلى آخره، وبالتالي بأنه هذا الشخص مثلا اللي دخل قبل نصف ساعة أو قبل ساعة ما راح تكون هنالك أي مسؤولية ملقاة عليه بسبب أو كسبب للوفاة. لكن تخلي في بالك طبعا هذا اللمب سيستم أناليسز لهذه المسألة غير ممكن. ليش؟ لأن البايت نمبر طلع أكبر من 0.1. المعيار حتى أستخدم اللمب سيستم أناليسز يجب أن يكون البايت نمبر أقل من 0.1 أو أقل أو يساوي اللي هو 0.1. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.